الان تحتل نتيجه صالح الزهيري. اوه راعي الكرك صالح الزهيري. طبعا ابغى اوجه الان رب المباراه وين نوجه المحل الشاورما. شو اسم الشاورما اللي هنا؟ شاورما واي. اتوقع شاورما واي. شاورما واي. افتح المكبر، افتح المكبرات صوت. صالح الزهيري سامعني؟ سامعك. هلا والله براعي الكرك، شلونك؟ الله يعافيك. راح شو طيب ما في مكان غيره؟ صدرك هو الان تدرك عند قهوه جد رصيدك بيروح لهاي بوينت. طيب بالتوفيق. ها ابيك تعيش فيلم بس علم نتيجته. لا تو عبد الرحمن الزايد قال لخادم حميد مبروك وهو نتيجته نمونيه فرح خادم حميد وانصدم يوم قلت له نمونيه. فلا تلعب باعصابك خليك واضح معه بس اعطى دور ابراهيم المعيدي ثم علم نتيجته. بالتوفيق ابو طويرش. امين وياك. بالله استعجل عبد الجناح وجيبه معك. ها حيك. شلونك؟ ايش هذا يا عبد المجيد؟ ما فيك عبد المجيد ايش هذا لبس عسكري انت ولا خوف من دبان؟ ما يقدر يروح هذا حد جنوب. ايش هذا لبس عسكري ولا انت ما في معلوم؟ انا افتخر اروح لحد الجنوب. الله كفو كفو قطيب. وراك حاجة تروح ترتاح على السرير؟ اي عاد والله اللي تبي ولا تقعد بوسط الدلو في ريحة ولدي. حسنا. لا لا انا صدقت. لا تخيل. طيب هنا فوق السرير اللي تبي اللي جوزك صالح الزين. ما حسيت اني اماراتي وانا ماسك العصا؟ والله تشرف نحب والله. اي والله عطني علومك اخلص لا اجلدك الحين. عطني شيء يا اخي. ها؟ تري انا واحد من جمهورك. واحد من المعجبين بصورتك. يا بعد راسك. هذاك ابيك تسمع شيء تكفون يا اللي تشوفون بيشوف كيف العمل لا مشاهته ولا سمع خلوا حزق اخلص علي ترى اعصابي تعب. بس روح شو ودك انت تتكلم وشي مشتاق محمد ولا مشتاق؟
لا اليوم انا مشتاق بقعد. اكيد والله مشتاق. يرفع صوتي. اقول اكيد مشتاق له بس يعني بعد اسبوعين ان شاء الله. لا حلال هو مشتاق لك ولا ادري احس. انت وش تحس انت؟ شوف انا احس انه هو مشتاق لك. احس. انا احس انه عندك علم مو بزين. انت ايش رايك؟ افا انا يجي اعطيك انا علم مو بزين؟ هذا غصبا عنك هذا من لا حتى ولو اخليه زين انا. كفو. ايه كفو. ها اقول لك. ها اقول لك انت الله يجعلك مقدم في النمني. اخلص يا حي ابراهيم المعيد. ها والله بجلدك. خليك ثابت كذا. خليك ثابت. شو ودك؟ شوف النمني حلو تدخل تكسب. تكسب ايش؟ تكسب رصيد. تكسب رصيد ما دخلت الا رصيدك رايح فيها. هو شو رجوع القريه نفس الحكايه بعد. حلو انك تضمن نفسك ابراهيم اكيد. لكن اخ صالح احب اقول لك انت خرجتني ذحين ما عاد ابغى انوني للاسف. ما عليك يكفي انها جت منك. يكفي انها جت منك يا حبي لك يا حبي لك والله يكفي انها جت منك. الحمد لله عليك للحق صراحة والله أول ما قال لي قلت تغير يا رجال هذا مين منك هذه إيه حسابات من والله أني ضاق صدري يا بعد راسي والله الشباب كلهم ضاق صدري عليهم. الحمد لله عليك للحق لكن إن شاء الله منك راجع. الحمد لله عليك. بعدين هذا لف لازم بده ما يسلك كده يا أبو مجيد. ليه أنت سمسم هذا بدي كلام في خشم. يا حبي لك الله يحبك يا حبيبي بإذن الله تفرح مرة بإذن الله بإذن الله. ترجع قلبي. الحمد لله عليك يا حبيبي. عبد الرحمن احب ايدك. انت بتحطني في الثوم يا ابراهيم ونمنيه بعد. احب ايدك. الحمد لله عليك يا حبيبي. مجد وجهك ها؟ تعال صالح. سم تكفى لا تعطيني واحد انا نمنيه لا تعطيني احد نمنيه. متوقع انك نمنيه صالح؟ الكذب خيبة اي تقول لي ليه؟ ليه؟ في تغريدة جات في مؤتمر الجمهور اصدق تغريدة شفتها يقولون يا صالح حظك يحتاج واحد يقرأ عليه في المسابقات. يا الله كلها كلها بس